هي الفراخ البرازيلي مدبوحة بطريقة حلال؟ طب هي فعلا زي ما بيتقال عنها فيها خطورة على الصحة؟ لسه الأسئلة دي شغل عدد كبير جدا من المصريين، رغم طرح الفراخ البرازيلي في الأسواق المصرية بالفعل من فترة واستيراد حوالي 50,000 طن منها. سيد النواوي عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية أكد أن طريقة ذبح الفراخ البرازيلي حلال تماما ومتفقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة كمان أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، يعني مفيش أي خطورة في الجانب ده. قال كمان أن مصر بتستورد كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي بدون أحشاء بعد التأكد من خلوها تماما من أي أمراض، حفاظا طبعا على سلامة وصحة المواطن، وأنه تم التعاقد على استيراد كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي دي بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للبيع والتخزين. كمان الفراخ البرازيلي مفيدة للجسم زيها زي الفراخ البيضة بالظبط، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية والبروتينات، بالإضافة كمان لفيتامينات ومعادن، وأن ملهاش أي تأثير ضار على الصحة.